هكذا يبدو ملعب سيئون الأولمبي في مباراة نصف النهائي التي جمعت نادي شعب حضرموت مع نظيره نادي التلال بعدن. مباراة مصيرية للتأهل للنهائي كسبها شعب حضرموت بهدف نظيف سجله اللاعب عماد منصور في الشوط الثاني. وصلنا للمباراة النهائية ولها حساباتها الأخرى إن شاء الله. بالنسبة للاعبين تعاني بعض الأخطاء، بنحاول نبني تركيزنا على المباراة النهائية اللي بتقام يوم الأحد إن شاء الله. الفترة قصيرة جدا، بنركز على بعض الأمور البسيطة حتى نستطيع أن نقدم مباراة طيبة، مباراة تليق بهذه الجماهير المساندة لنا. ويبقى الملعب الأولمبي على موعد يوم الأحد، حيث يشهد المباراة النهائية من الدوري التنشيطي، والتي ستجمع نادي الوحدة بعدن مع نظيره شعب حضرموت. ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا وسط إجراءات واستعدادات من السلطة المحلية لتنظيم النهائي. سعداء جدا بهذا الجمهور الرائع في مدينة سيون السلام، وبإذن الله سوف تكون استعدادات على أكمل وجه وسوف تنال أرضاء الجماهير الرياضية. نجاح كبير حققته حضرموت في استضافة الدوري التنشيطي لكرة القدم لأندية المحافظات، إذ لاقى ترحيبا واسعا لدى الجماهير كغيره من المناسبات والأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية والسياسية التي استضافتها سيئون، لتسجل إشراقة مضيئة لما تبقى من وجه اليمن السعيد. حداد مسعد، قناة بلقيس، من ملعب سيئون الأولمبي.